السلام عليكم، انا اسمي احمد فؤاد بغدوده، لاعب منتخب مصر المصارعه. اتوجه بالشكر والتقدير والاحترام لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم. احب اشكر حضرتك يا رئيس على الدعوه دي للاكاديميه. بجد انا اول ما عرفت ان حضرتك بعت لي الدعوه دي كنت مبسوط جدا والله، وبحب اشكر حضرتك. وانا مش هارب والله ولا حاجه، انا بحب مصر وانا اتولدت فيها وهموت فيها، ومصر مليانه مواهب كتير زي احمد بغدوده، بس عاوزين الدعم وحسن التعامل مع اللعيبه. احب اشكر الشعب المصري العظيم على دعمه لي. بجد انتم اجمل حاجه في حياتي ودول الفتره دي. وبجد يا سيادة الرئيس انا بشكر حضرتك على الاهتمام بي وشكرا. ابويا الحاج فؤاد، عامل ايه يا حاج؟ وحشنا والله. انا اسف يا حاج اني خدت القرار ده من غير ما اعرفك، انا بخبي عليك حاجه. بس والله يا حاج لو انا قلت لك ما كنتش هتوافق، وكنت هتقول لي عاوزك تحقق حلمك. انا اسف يا بابا، بس انا بقيت راجل وعندي احساس. انت تعبت معايا كتير قوي، وكنت بتبخل على نفسك وعلى اخواتي عشان اعرف اصرف على نفسي وعلى كليتي وعلى سفري وعلى فتناتي. امي حبيبتي وحشتيني والله، انا مش عارف اقولك ايه غير سامحيني يا امي، وسامحيني على اني قلقتك عليا كتير.